جاتني مشكلة من البنت بتقول أنا عندي 18 سنة، واكتشفت إن والدتي بتكلم رجالة بالتليفون، مش عارفة أكلم مين. أنا ليا أخ صغير وليا خالات بنات، ومليش حد أكلمه. أكلم بابا ولا أعمل إيه؟ الحقيقة يا بنتي أنا مشكلتك دي أنا بديتها عن غيرها، لأنها ممكن تعمل مصيبة وأنت مش واخدة بالك، أنت سنك صغير. وبعدين خالاتك دول انت النهارده هيكلموها بالنصح، بكره هتبقى فضيحه وهيعايروها، وانت في الاخر الخسرانه. اخواتي النهارده اعداء بكره، والمحاكم مليانه. اما ابوكي لا طبعا، ابوكي اخر واحد ممكن تتكلمي معاه في الموضوع ده، لان احنا ممكن نلاقي بكره امك في صفحه الحوادث زوج ذبح زوجته، فانت يا بيت هيتخرب يا اما امك هتكون بكره ضحيه وبوكي ضحي بيها. فاللي عليكي تعملي ايه؟ ان انت تكلمي والدتك، مفيش غيرك ان انت تكلميها وتفضلي وراها. يمكن لما تعرف ان ربنا بدا يزيل ستره عنها وبدا يبين للناس مساوئها تفوق، تعرف ان يومها قرب، فتاخد بالها منك ومن اسرتها وتبعد عن اللي هي فيه ده. استمرت يبقى هي بقى ايه مع ربنا، هي سبحانه وتعالى هيدبر لها الامر، ده هيكشف سترها يا اما يهديها يا اما ياخدها. وفي كل حال من الاحوال خليك انت بعيده عن الموضوع ده، في الاخر هي امك، فما تدخليش غير انت في حدود النصح. وهنشوف اصدقائنا هقول لك ايه برضه.